محمد والله لا تنفع خمس رمايات لكن نجيش من الرئيس يبحيون حاجة تكلا حرام ما اطلع ضرر يحز من رجزي مخدم من بيت تبعه من عدين خلاص احنا بدنا الحسن ما بدنا لا هدنة ومن وجه للقيادة ولسيادة الرئيس انه نحن ما بدنا هدنة بدنا نخلص بدنا حسن لك اذا طلعنا من القصر يعني من القصر ما بتعرفوا انت لك الله يوضع كان الشر اسد لك هون كل الاطفال عم تودة من الشوع والخلف احنا كثير تعبنا لا بدنا امم متحده ولا عم يفهم علينا لا امم متحده ولا حدا تعبنا من الهدنه لا تعملوا لنا هدنه يا قاتل يا مقتول لا تعملوا لنا هدنه يعني بس طالبين منكم الامان لك الامان يا اخواني الامان لك يا الله كل الدول العرب ما عم تحس فينا يعني انه 7 سنين يعني خلاص خلاص يعني لازم ليش يا على اساس بدك تتعنى وش عم تتعامل نظام عشان يضربنا لا لازم يكون حسن نهائي لازم يكون في حسن نهائي خلاص خلاص احنا تعبنا يعني 7 سنين حاجة حاجتنا أبدا يصل مع كل تشريد لشعب صار جلدا يحبه يقتير